ما كاين حتى شي واحد اليوم كتشوفه في الحياة كتشوفه عاطي قيمة لنفسه وما كيتعرضش للصعوبات كل نهار. ما كاين حتى شي واحد اليوم كتشوفه نتايا كيعيش الحياة ديالو بدون أقنعة وبدون 70,000 وجه، وما كيتعرضش للصعوبات من عند طرف الأشخاص اللي باغين يكونوا بحال هذاك الشخص. داكشي علاش غادي نتكلم في هذه الحلقة هذه على كيفاش نعطي قيمة لنفسي. بزاف ديال الاشخاص يدخلوا عندي عزيز انا كنشوف نفسي انني كنستاهل احسن من هذه الحياه هذه، ولكن انا ما عطيتش قيمه لنفسي. عزيز انا ما نستاهلش ندرس مع هذا النوع ديال الاشخاص لان القيمه ديالهم ماشي هي القيمه ديالي، ولكن مع ذلك كتمشي تجلس معاهم، وفاش كتمشي تجلس معاهم فالقيمه ديالك كتولي بحال القيمه ديالهم. عزيز مثلا انا ما كنعطيش القيمه اللي عطي نفسي ماشي في نفس الحجم ديال القيمه اللي خصها تكون عندي. الوغ اليوم انا عارف وحاس بان كاين بيان سيغ كتحس براسك انك كتستاهل اكثر من هذا الشيء، وكتستاهل بزاف ديال الحوايج زوينه في الحياه ديالك، ولكن كاين شي حاجه اللي ما مفهوماش واللي كتفصلك على هذه القيمه الحقيقيه ديالك. اول حاجه خاصك دير هي خصني نحيد واحد المخاطره من الدماغ ديالي ديال انا كنعطي قيمه لنفسي، يعني كاين بزاف ديال الاشخاص كيتعذبوا لانني انا كنعطي قيمه لنفسي، كاين بزاف ديال الاشخاص اللي حاضرني غير انا. لي جون اي نو سانتيريس با توا، الناس ما حاضينكش غير انت، هذا وهم عندك نتايا. الناس كدوز جوج ديال الثواني كيقدر يقول لك انتقاد في جوج ديال الثواني، هو غادي يمشي غادي ينساه، وانت غادي يبقى لاصق فيك اسبوع اسبوعين حتى لسنه، يقدر يبقى لاصق فيك حياتك كامله ويعقدك في حياتك. داكشي علاش ما خصنيش نكون ضحيه ديال هاد الاشخاص هادو اللي تيعيشوا هما اصلا ضحايا ديال واحد المعاناه داخليه، واحد عدم الامن في العالم الداخلي ديالو. الوغ فاش نتكلموا على هاد الاشخاص علاش؟ لان تو سامبلومون انت فاش كتاوتورايزي نفسك انك تجلس مع هاد الاشخاص، وفاش كتخاف وكتمتثل وكتولي انت تطيح بنفسك، واخا انت في الداخل ديالك ما باغيش تطيح في نفسك. انا عارف ان طحتي في بزاف ديال الوضعيات، وقدرت تقدر تجبد لينا وتشارك معنا في الكومونتير اخر مره كنتي حسيتي براسك انك نتايا في واحد المستوى اكثر من واحد الاشخاص، اولا حسيتي براسك ان قيمتك كبيره، ولكن قلتي مع نفسك لا حشومه اجي نطيح للمستوى ديالهم. وفاش كطيح للمستوى ديالهم كتولي يجيك واحد الشعور بالندم، علاش طيحت المستوى ديالي؟ فجبد لي اخر تجربه وغادي تفهم بان انت فاش كتمتثل فانت ماشي كتدافع على راسك، وانما كتزيد طيح في واحد الموجه ديال المشاعر السلبيه اللي غادي تخليك تاتيري لنفسك اشخاص في نفس المستوى ديال الذبذبات ديالك، يعني في لا ميم فريكونس راديو كيف ما تتقال في لا فيزيك كونتيك، لا ميم فريكونس راديو. وهذا الشيء ما خصش يفاجئك الا كيبان لك مثلا المحابسيه تيتفاهموا، المحابسيه وهذوك الشمكاره اللي تيضربوا يديهم واللي تياكلوا القرقوبي كيتفاهموا مع الشمكاره اللي تياكلوا القرقوبي، والا جا عندهم شخص اخر نقي فيقدروا يدوروا فيه لان ما كيأكسبتيوش، لان تو سامبلومون هاد الناس هادو ضحيه ديال واحد البيئه نشأوا فيها ودخلوا لهم دي فالور بان اي شخص مغلف راسو وكيعطي قيمه لنفسه فهو شخص ما مزيانش، فهو شخص باغي لكم الخساره. ماشي من 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 العجب انك تشوف الاشخاص اللي بؤساء فاش كتهزهم وتحطهم في واحد البيئه ديال فيها كل شيء زوين وفيها السعاده تيبدا يحط نفسه الحواجز تحت لو كونتكست تحت لو بريتكست ديال سي ترو بو بور اتر فري. ماشي بالعجاب انك تشوف بالاشخاص اللي السعداء ما عندهمش مع الاشخاص الفاشلين، وماشي من العجب انك تشوف الناس الفاشلين ما عندهمش مع الناجحين وكيتجمعوا بيناتهم وكيفرغوا هذاك الحسد فيهم. هنا هذا الشيء اللي بغيت نقصد بان الا يا اما عندك جوج ديال الطرق، يا اما غادي توقف وغادي تحمل المسؤوليه ديالك وغادي تقول فوالا انا بحال هكا وكنتحمل المسؤوليه ديالي بحال هكا وهذا هو الموقف ديالي وغادي نمشي فيه حتى الاخر، اولا عندك الطريق الثاني هو ان تكون عدمي. شنو هي العدميه؟ هو الانسان اللي ما عندوش موقف في هذا السياق هذا. شكون انت؟ انا دابا تنطرح عليك السؤال، شكون انت؟ واش انت يا من الاخوان المسلمين؟ واش انت من التيار الشيوعي؟ واش انت راس مالي؟ واش انت يا نصاب؟ واش انت شفار؟ واش انت رجل اعمال؟ واش انت امام ديال المسجد؟ شكون انت؟ اعطيني موقف ديالك. هادشي اللي كنقصد بان خص يكون عندك موقف، خص يكون عندك موقف، لان اول طريق نحو التقدير الذاتي ونحو ليستيم دو سوا هو نكون انا. وكيف ما قال فيكتور فلانكين، قال ان ليميتاسيون ايغال لو سويسيد. باش ما تكونش انت هذا هو السويسيد الحقيقي. الوغ
هاد المساله هذه ديال انني خصني نعطي قيمه لنفسي، هو انت اللي ما كتعطيش قيمه لنفسك، ما كتعطيش قيمه لنفسك لان خايف من الصعوبات وخايف من الانتقادات وخايف من هاد الاشخاص اللي هما في حد ذاتهم ضحايا ديال واحد المعتقدات هدامه، دي كرويونس ليميتاتيف اللي كتخليهم انهم يعبروا على واحد عدم المعاناه، واحد الحقد، واحد الغيره. علاش انت كدير بحال هكا وحنا ما نقدروش نديروا بحال هكا؟ اذا هنا كتجي النقطه رقم واحد، هو لا تكون صندوق قمامة، لا تكون صندوق قمامة ديال هاد الأشخاص هادو. يعني شنو هي صندوق قمامة ديال مع هاد الأشخاص هادو؟ تقدر شي نهار تطلع غير في الطاكسي مثلا وانت طالع راش قالك ما عندك حتى شي مشكل، ومن الطاكسي بدا يهضر لك على الحكومة وبدا يهضر لك على زادو في هادي وزادو في هادي، اوتوماتيكمون انت كتولي صندوق قمامة ديال هاد مول الطاكسي هذا مثلا، وكتلقى راسك انك داخل معاه في واحد المحادثات اللي ماشي ديالك واللي كي نو ديغاج با نفس مستوى الطاقة ديالك، وبالتالي كيهبطك في واحد المستوى ديال السلبية اللي غادي يخليك تنتج السلبية النهار كامل. داكشي علاش أول حاجة هي خصني نحط أهداف يومية، ما نخرجش من الدار قبل ما نحط أهداف يومية شنو غادي ندير هذاك النهار. الناس مع الأسف تياخذ 70 ساعة باش يختار اللون ديال القميجة اللي غيلبس، باش يختار اللون ديال التقاشر اللي غيلبس، أسمن الصباط غادي يلبس، وما يقدرش ياخذ دقيقة واحدة باش يجلس ويكتب شنو هما الخطوات اللي غندير اليوم، لان ما حد كندير الخطوات اللي غادي ندير اليوم، ما حد تو سامبلومون الدماغ العقل اللاواعي ديالي تيكون على الصباح تيكون عنده المستوى ديال 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 الاستقبال لا ريسبسيون ديالو تتكون طالعه، ما حد اوتوماتيكمون تنتبرمج على انني نمشي مباشره دغوات اوبيت، كنتعلم نمشي بدغوات اوبيت، وبالتالي اي حاجه جايه من العالم الخارجي ما كتاثرش عليا بنفس الطريقه فاش كنخرج وكنمتثل لهاد السلبيه هادي وكنكون صندوق قمامه ديال هاد الاشخاص هادو. دونك هادي هي النقطه رقم واحد. النقطه رقم جوج، وهنا فاش كنتكلموا على تعطي قيمه لنفسك، احسن وسيله باش تعطي قيمه لنفسك ماشي باش نلبس واحد القناع باش نتقبل وسط واحد الجماعه ديال الناس، هادي مغالطه، وانما نعطي قيمه لنفسك، الناس غادي يعطيوك قيمه اكثر الى تختلفتي معاهم في شي حاجه ديالك نتايا ومشيتي فيها حتى الاخر، وغادي يقولوا واو هذاك السيد هذاك والله الا ما كرهتش تكون بحاله لانه عنده الشجاعه باش ياسيومي. وضروري غتلقى عندكم مثلا شي واحد في العائله اللي دائما ما كيجاوبكمش في التليفون لانه عنده دائما ما كينافقش، ما كيجاوبكمش في التليفون، ما عطيكمش وقت، ومع ذلك كتحترموه اكثر من داك الشخص اللي ديما جاي عندكم للدار. دونك هذه المساله واضحه، داكشي علاش الطبيعه البشريه ديالنا بحال هكا.